الآن رح نبدأ بدراسة موضوع فرعي موجود عندنا بصفحة 13، يبدأ بعنوان تمثيل المتجهات بيانيا. لماذا أقوم بدراسة تمثيل المتجهات بيانيا؟ ماذا أستفيد من هذه الدراسة؟ عندما أتعلم تمثيل المتجهات بيانيا هذا رح يسهل علينا جمع أو الطرح وإيجاد المحصلة لهذه المتجهات، لأنه إحنا صرنا نعرف أنه الجمع والطرح للمتجهات يختلف عن الجمع والطرح للكميات القياسية. يعني لما أحكي أنه طول 4 متر زائد 4 متر يساوي 8 متر، هذا يختلف على ما أنا أحكي إزاحة مقدارها 4 زائد إزاحة مقدارها 4. هنا ينبغي أن أراعي الاتجاه، فبالتالي جمع المتجهات يختلف عن جمع الكميات القياسية، فتمثيل المتجهات بيانياً بيساعدني على الجمع والطرح بسهولة. تمام، طب كيف أعبر عن الكمية المتجهة؟ مدام أنا بدي أرسمها تمثيل بياني، يعني في الموضوع رسم، برسمها كسهم. هذا السهم بهذا الشكل. الآن أي سهم إله ذيل وإله رأس، ذيل ورأس. الذيل بيعني إنه إحنا بدأنا من هنا البداية، والرأس يعني النهاية، إنه إحنا انتهينا. أيضاً الرأس يشير إلى الاتجاه، يعني الآن لو هذا الرأس رسمته هون فبالتالي أصبح الاتجاه بهذا الشكل. لو كنا بنتحدث عن حركة أصبح تأثير القوة بهذا الاتجاه، إذا كنا نتحدث عن قوة. إذن الرأس يشير إلى النهاية ويشير أيضاً إلى الاتجاه. أيضاً في عندي طول السهم، هل طول السهم يرسم بشكل عشوائي؟ طول السهم الآن لازم نصير نرسمه بدقة. طول السهم يعبر عن مقدار هذا المتجه. الآن الاتجاه والمقدار، هيك بصير عندي كمية متجهة لما أعبر عنها بمقدار واتجاه. رح نتعلم الآن ونركز على الاتجاه، لازم نتذكر المستوى الديكارتي لحتى نعرف نحدد اتجاهات بدقة. إذا بنتذكر المستوى الديكارتي في عنا الشكل التالي، كنا نرسم محورين، هذا لما نتحدث عن ثنائي الأبعاد، يعني طول عرض. لكن لما أتحدث عن عمق هون صار عندي ثلاثي الأبعاد، بصير عندي محور اللي إحنا بنسميه محور زي أو زد. الآن محور السينات، هذا هو محور السينات، ورح توجدوا بالكتاب إنه هو رمز له بالرمز إكس، إكس راي، وهذا هو المقصود بمحور السينات. ورح توجدوا إنه عندي أيضا هون محور الصادات اللي هو واي، واي راي. ممكن نكتب إكس لحالها، ممكن نكتب واي لحالها. الآن هذا السينات الموجب، هذا الصادات الموجب، في عندي أيضا سينات سالب، سالب إكس، وفي عندي الصادات السالب. إذا أنا ممكن أعبر عن الاتجاه وأحكي أنا عندي متجه باتجاه السينات الموجب، بالتالي لازم أرسمه زي ما أنا رسمه، هيك أرسمه على هذا المحور. ممكن أحكي لا، متجه يشير إلى الصادات الموجب، فبالتالي أنا رح أرسم المتجه بهذا الشكل، ورأسه يشير إلى الأعلى باتجاه الصادات الموجب. ببدأ رسم المتجه من النقطة 0 0 غالبا، ممكن ما أبدأ من هذه النقطة، ممكن بصير. تمام، يشير المتجه إلى الصادات السالب. ممكن أعبر بطريقة تانية، بدل السينات الموجب ممكن أحكي شرق، ممكن أحكي هون غرب، ممكن أحكي هون شمال، جنوب. بدل شرق إحنا كنا نحكي يمين، ممكن نحكي يسار، ممكن نحكي إلى الأعلى، إلى الأسفل. إذن أنا في عندي أكثر من طريقة للتعبير عن الاتجاه، ومهما كانت الطريقة اللي أنت بتستخدمها للتعبير عن الاتجاه فهي صحيحة. هل ممكن إني أعبر بغير هاي الألفاظ؟ طبعاً ممكن أستخدم قياس الزوايا. يعني لو أنا لدي هذه المتجهات، عندي المتجه A سميته A، طبعاً بما إنه متجه لازم أحط عليه إشارة المتجه أو أكتب A بخط عريض، وعندي المتجه B سميت هذا المتجه B، سميت هذا المتجه C، وسميت هذا المتجه D. إذا المتجه A بدي أعبر عنه رح أكتب A تساوي، مثلاً أنا حكيت إنه مقداره 50 نيوتن، 50 نيوتن لازم أكتب اتجاه شرقاً، تمام؟ أو إلى اليمين، أو باتجاه السينات الموجب. ممكن أحكي المتجه A يساوي 50.0 درجة. شو يعني لما أحكي الآن 0 درجة؟ أحدد الاتجاه بصفر، أكتب 0 درجة. أنا هون حددت إيش؟ زاوية، أنا أعطيت زاوية. ممكن أحدد الاتجاه بزاوية 0 درجة. أنا أخذت الزاوية مع محور السينات وهو منطبق على محور السينات. هل في بين الـ A ومحور السينات زاوية؟ لا، هو منطبق مرسوم على محور السينات تماما، فبالتالي 0 درجة. نشوف المتجه B. المتجه B ممكن أحكي باتجاه الشمال، ممكن أحكي باتجاه
الصادات الموجب، ممكن أحكي على الأعلى، وممكن أحكي المتجه بي يساوي 50 نيوتن، فاصلة أكتب 90 درجة. 90 درجة، شو يعني لما أكتب 90 درجة؟ يعني إنه المتجه بي بيعمل زاوية مع السينات الموجب مقدارها 90 درجة. رجعنا إحنا أخذنا الزاوية مع مين؟ مع السينات الموجب. ممكن أحكي هذا المتجه سي باتجاه اليسار، باتجاه الغرب، باتجاه السينات السالب، أو ممكن أستخدم أيضا مقياس الزوايا. هذا المتجه سي إذا بدي أرجعه لمين؟ للسينات الموجب، بروح عند المتجه سي وبشوف هاي الزاوية كلها كم تساوي. رجعنا لوين؟ لعند السينات الموجب، هاي الزاوية كلها تساوي 180 درجة. إذا ممكن أحكي المتجه سي مقداره 50 نيوتن فاصلة 180 درجة. لازم أكتب اتجاه، بما إنها 180 درجة، كيف عرفت؟ اتجاه هذا باخده مع السينات الموجب. بما إني أنا باخد الاتجاه مع السينات الموجب، أخذت بي مع السينات الموجب، A أخذتها مع السينات الموجب، أخذت سي مع السينات الموجب رجعتها، أيضا لو أخذت دي كمان ورجعتها مع السينات الموجب، يعني هيك لهون، هاي الزاوية المرجعية، هاي بسميها الزاوية المرجعية. ليه؟ لأني أنا باخدها مع السينات الموجب دائما، بروح عند المتجه برجع للسينات الموجب، تمام؟ الزاوية دي ممكن أحكي إذا باتجاه الجنوب، باتجاه الصادات السالب للأسفل، أو ممكن أحكي عبارة عن 270 درجة، لأنه هاي الزاوية مقدارها كم؟ 270 درجة، تمام. إذا بدنا نلاحظ شيء، إنه إحنا بناخد الزاوية بهذا الشكل، بروح على المتجه وبرجع لوين؟ للسينات الموجب، بالتالي أنا بلف مع عقارب الساعة، عقارب الساعة بتتحرك تك 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 بهذا الاتجاه، فبسميها مع عقارب الساعة، وهي زاوية مرجعية بنسميها لأنه إحنا بنرجع لمحور السينات الموجب، عندي السينات الموجب هو المرجع، فكل متجه بروح عليه وبرسم من عنده الزاوية بتوجه لوين؟ للسينات الموجب، زي ما رحنا على المتجه سي وأخذنا الزاوية رجعنا فيها للسينات الموجب، رحنا على دي وأخذنا الزاوية رجعنا لوين؟ للسينات الموجب. هذه بسميها الزاوية المرجعية. إذا أنا ممكن أعبر عن الاتجاه بالزاوية المرجعية، ممكن نعبر عن الاتجاه بالزاوية المرجعية أو بالكلمات شمال جنوب شرق غرب. إذا في عندي أكثر من طريقة للتعبير عن الاتجاه، ممتاز. المهم الفهم، فهم الفكرة. الآن هذه المتجهات كيف أعبر عنها بالرموز؟ افرض هذه المتجهات جميعا هي قوى مقدارها 50 نيوتن، كيف نعبر عنها مقدارا واتجاها بالرموز؟ نطلع المتجه A، حكينا المتجه A وعبارة عن 50 نيوتن، بكتب المقدار 50 نيوتن، بحط فاصلة، بدي أحط الآن الاتجاه، اتجاهه شرقا، اتجاه جغرافي، ممتاز. الآن ممكن أستخدم الزاوية بالدرجات، 50 نيوتن أكتب المقدار، لازم أحط فاصلة بعدين أكتب الاتجاه، كم الاتجاه؟ الزاوية 0 درجة، وبسكت. لما أكتب 0 درجة وأسكت معناها هذه زاوية مرجعية، بعرف مباشرة إنه هاي زاويته مع السينات الموجب. الآن بي، متجه بي مقداره 50 درجة، على فرض موجود شمالا، اتجاه جغرافي استخدمت، أو ممكن أحط الزاوية بي يساوي 50.90 درجة، بعرف هاي الزاوية مرجعيا مع السينات الموجب. ممكن أكتب سي عبارة عن 50 نيوتن مقدارا، لازم أحط الآن الاتجاه غربا اللي هو 180 درجة، ممكن أعبر عنها هون بهذا الشكل أيضا كزاوية مرجعية مع السينات الموجب. إذا لما أشوف زاوية بهذا الشكل 270 درجة فقط سكتت، بعرف إنه هذه الزاوية هي عبارة عن زاوية مرجعية نرسمها مع السينات الموجب. في عنا هذا السؤال، في عنا هون مستوى ديكارتي بيحكي لنا إذا علمت أن A كقيمة مطلقة، يعني مقدار هذا المتجه فقط عبارة عن 30 نيوتن من غير اتجاه، معطيني مقداره فقط، B مقدارا تساوي 40 نيوتن، C مقدارا تساوي 20 نيوتن، D مقدارا تساوي 40 نيوتن، أوجد A كمتجه، B كمتجه، و C كمتجه، و D كمتجه. يعني أنا بدي أوجد الآن A مقدار واتجاه، B مقدار واتجاه، C مقدار واتجاه، و D مقدار واتجاه. من وين بدي أوجد هذا الكلام؟ من هذا الشكل، أنا عندي المقدار معناها لحتى أوجد A فبدي أوجد لها اتجاه. إذا بتطلع على الشكل في عندي متجهات A B C D، تمام. طلع على المتجه A،
لوهلة الرسمة مبينة معقدة وصعبة، لكن إحنا نمشي بتسلسل، ناخد متجه متجه وبنعبر عنه مقدارا واتجاها. نطلع على المتجه إيه؟ إحنا درسنا فقط لما تكون المتجهات موجودة على المحاور وعرفنا كيف نعبر عنها، سواء باتجاه جغرافي يعني أكتب شرق شمال جنوب، أو كنا نعبر عنها بالزاوية المرجعية نرجع لمحور السينات الموجب. ورح نعمل الآن نفس الشيء ونعبر عنها بأكثر من طريقة. الآن أنا عندي هون متجهات مائلة، عندي المتجه A، هذا المتجه A مقداره 30، فلحتى أعبر عن المتجه A فبكتب متجه A يساوي 30 نيوتن وبحط فاصلة. كتبت المقدار، لازم أكتب شو كمان؟ لازم أكتب اتجاه، لإني أنا بدي إيش؟ بدي متجه. شو الاتجاه اللي أحطه؟ ممكن أكتب 45 درجة عبارة عن زاوية هاي مرجعية مع مين؟ مع محور السينات الموجب. هون عندي أكتب 45 درجة وخلص. الآن أنا هيك عبرت عن المتجه A، تمام. هل ممكن أعبر عن المتجه A بطريقة أخرى غير إني أكتب 45 درجة وأسكت؟ طبعاً ممكن أعبر عنها بطريقة ثانية، أستخدم مصطلحات جغرافية. يعني ممكن أحكي المتجه A يساوي 30 نيوتن وأحط فاصلة، والآن بدي أحط اتجاه. الزاوية تصنع مع الشرق، الزاوية متصلة مع محور الشرق، هيها الزاوية وهي موجودة على محور الشرق، فبالتالي الشرق عندنا هون أساسي، محور أساسي. بروح لعندي الشرق وبتوجه هذا المتجه، لما أتوجه لهذا المتجه كأني رايحة لوين؟ لعند الشمال. إذن من الشرق كأني بتوجه لعند الشمال، الشرق هو الأساسي. إذن ممكن أكتب الزاوية 45 درجة وأكتب شمال الشرق، شمال الشرق. إذن أنا ممكن أعبر عنها بأكثر من طريقة، إذا كتبت 45 درجة فقط بعرف إنها مع محور السينات الموجب مباشرة، إنه هاي زاوية مع محور السينات الموجب. إذا كتبتها 45 شمال الشرق أيضا هذه تعني أنها مع محور الشرق اللي هو مين؟ السينات الموجب. متوجه لوين؟ لعند الشمال. من الشرق متوجه لوين؟ لعند شمال، فبكتب شمال هذا الشرق، هذا الشرق أتوجه إلى شماله، أنا بتوجه إلى شمال الشرق، رايح لوين أنا؟ لعند شمال هذا الشرق، بكتب شمال الشرق. بنلاحظ أنه أنا عندي قل التعريف، هاي بتساعدك على تمييز المحور الرئيسي اللي بتعمل معه هذه الزاوية. كيف أعبر عن المتجه A بطريقة أخرى؟ ممكن أعبر عن المتجه A بهذه الزاوية؟ رح يحكي لي حدا بس أنا هاي الزاوية ما بعرفها، بس أنا بستطيع أني أوجدها. إذا كنت بعرف أنه هذه الزاوية 45 فهذه الزاوية بالتأكيد كم؟ 45، فبالتالي أنا بستطيع أحكي أنه المتجه A يساوي 30 نيوتن، بحط فاصلة. الآن بدي أعبر عن الاتجاه، ممكن أعبر عن الاتجاه أنه هذه الزاوية عبارة عن 45 درجة وأكتب الاتجاه 45 درجة. إذا سكتت معناها مع محور السينات الموجب، تمام؟ إذا أنا بدي أتكلم عن هذه الزاوية فهي مش مع محور السينات، هاي الزاوية متصلة مع أي محور رئيسي؟ مع محور الشمال، هذه الزاوية مع الشمال، إذا الشمال رح نحط لها أل التعريف، الآن صارت رئيسية. ببدأ من عندي الشمال، بتوجه لوين الآن؟ بتوجه لجهة الشرق، من الشمال أنا بروح لوين؟ لعند الشرق، من الشمال لحتى أروح لهذا المحور كأني بنزل لوين؟ لعند الشرق، فأنا بتحرك إلى شرق الشمال، فرح أكتب هون شرق الشمال. إذا قال لي التعريف أصبحت مع كلمة الشمال، لأنه الزاوية الآن متصلة مع مين؟ مع محور الشمالي، تمام؟ الزاوية مع محور الشمال وبتروح لوين؟ كأنها بدها تتوجه إلى الشرق، فلهيك رح أكتب شرق الشمال، تمام؟ الآن رح نعمل نفس الشيء في المحور بي. إذا كنت فاهم حاول توقف الفيديو وتحاول تعمل محور البي لوحدك، بعدين تشوف حلك صحيح أو خطأ. وإذا كنت مستصعب الموضوع شاهد المحور بي كيف رح نعمله مع بعض وبتحاول في المحاور الأخرى. يبدأ في المحور البي نعمل نفس الشيء، رح أوجد أنا الآن مقدار واتجاه لبي. بي مقدارا كم؟ 40 نيوتن، رح أحط فاصلة. الآن بدي أحط اتجاه، هو معطيني زاوية جاهزة اللي هي 30، تمام؟ هاي الزاوية 30 درجة مع مين؟ متصلة مباشرة هاي الزاوية مع محور الشمال. إذا أنا عندي الشمال رح أعطيها أل التعريف رئيسية. من عندي الشمال بدي أتحرك لهاي الزاوية كأني أتوجه إلى وين؟ إلى محور الغرب. أنا بروح من عندي الشمال وبدي أتحرك هذه الزاوية فكأني بذهب لوين؟ لعند الغرب.
فغرب الشمال راح أكتب الزاوية اللي هي عبارة عن 30 درجة وراح أكتب جنبها غرب الشمال. إذا المتجه بي موجود غرب هذا الشمال، هاي الشمال هاي غربه. قد إيه أتوجه لغرب الشمال؟ يعني كأنه بحكي لك اذهب إلى الشمال وتوجه إلى غرب هذا الشمال. كم أتوجه إلى الغرب؟ اتوجه 30 درجة. في طريقة تانية أعبر عن المتجه بي؟ نعم، في عندي طريقة أني أعبر عنه بزاوية مرجعية، يعني أخذ الزاوية من بي إلى محور السينات الموجب. يعني رح أحكي بي متجه يساوي 40 نيوتن، تمام. الآن بدي أحط الاتجاه، بدي أحط زاوية مرجعية. كم الزاوية المرجعية؟ هاي كلها، تمام. أنا عندي 30 زائد 90 درجة، 45 و45 90. إذا أنا عندي هون 90 زائد 30 بيعطيني 120، فبالتالي بكتب عندي هون 120. لما بكتب الزاوية المرجعية ما بكتب جنبها لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا شيء. بعرف لما أشوف زاوية مكتوبة لحالها إنه هاي عبارة عن زاوية مع محور السينات الموجب. ممتاز. هل في طريقة تانية أعبر عن المتجه بي؟ طبعا في عندي هاي الزاوية، بستطيع أوجدها ولا لا؟ أنا بعرف هاي الزاوية، إني أنا بعرف هاي الزاوية كلها 90، بين أي محورين رئيسيين 90 درجة. أنا عندي 30، كم ضل من 90؟ أنا عندي 30 درجة هون، كم يعني ضل من 90؟ 60 درجة. كيف عرفتها؟ 90 درجة ناقص 30 بعرف هاي الزاوية. الآن نعبر عن هذا المتجه بي، المتجه بي يساوي 40 نيوتن كمقدار، وبدي أعطي اتجاه 60 درجة، وبدي أكمل. إذا كتبت 60 ووقفت معناها هاي زاوية مع محور السينات الموجب، وهذا خطأ، هاي مش مع محور السينات الموجب. هاي الزاوية متصلة مع الغرب، بالتالي الغرب إلها قل التعريف. ببدأ من عند الغرب، رح أتوجه لوين؟ كأني بتوجه إلى الشمال. ببدأ من عند الغرب وكأنني أتوجه إلى الشمال، إذا أنا أتحرك شمال الغرب. عشان أرسم هذا المتجه كأنه بحكي لك ابدأ من عند الغرب وتحرك إلى شماله، تمام؟ فرح أكتب عندي هون شمال الغرب. الآن نشوف عندنا المحور سي اللي رح نعبر عنه أيضا بأكثر من طريقة. المتجه سي يساوي مقداره 20 نيوتن، 20 نيوتن، واتجاهه بدنا نكتب اتجاه الآن، هو معطيني 70 درجة. هاي الزاوية 70 درجة مع مين؟ مع الجنوب، متصلة هذه الزاوية مع الجنوب، فبالتالي رح أعطي أل التعريف للجنوب، هو المحور الرئيسي. رح أبدأ من عندي الجنوب لحتى أوصل للمتجه سي، كأني رايحة لوين؟ لعند الشرق، فشرق الجنوب 70 درجة شرق الجنوب. ممكن أعبر عن المتجه سي بطريقة أخرى؟ طبعا ممكن أعبر عن المتجه سي بزاويته المرجعية. أكتب مقداره 20 نيوتن وبدي أحط زاوية مرجعية. الزاوية المرجعية بيصنعها المحور سي مع محور السينات الموجب، تمام. كيف بدي أرجع لمحور السينات الموجب؟ كأني أنا بتحرك بهذا الشكل. طبعا راح ارجع لمحور السينات الموجب، الف مع عقارب الساعة لارجع لمحور السينات الموجب. فبالتالي انا بعرف انه هاي 70، تمام، زائد بعرف انه هذا كله 90 درجة، وبعرف انه هذا كله 90 درجة، وبعرف انه هذا كله 90 درجة. فبالتالي 70 زائد 90 زائد 90 زائد 90، فراح يكون عندي المجموع 340 درجة. فهاي معناها الزاوية المرجعية مع محور السينات الموجب. الآن ممكن أعرف هذه الزاوية. هذه الزاوية كم تساوي هذه الزاوية؟ هاي كلها 90، أنا هاي 70، 90 ناقص 70 ضل عندي كم هون؟ 20 درجة. إذا أنا عرفت إنه هاي 20 درجة. هاي الزاوية الصغيرة مرتبطة مباشرة مع محور الشرق. هاي الزاوية مرتبطة مع مين؟ مع الشرق، تمام. ببدأ من الشرق وكأنها تتوجه إلى وين؟ إلى جنوب الشرق الأساسي، أعطيها أقل التعريف. إذا جنوب الشرق، إذا رح أعبر عن المتجه سي بجنوب الشرق بهذا الشكل، يساوي مقدارا 20 نيوتن، رح أحط فاصلة وأكتب الزاوية 20 درجة جنوب الشرق. الآن نطلع على المتجه دي. المتجه دي الآن هذا واجب عليكم إنكم تكتبوا لي إجابته بالتعليقات.
كم بيطلع معاكم المتجه دي؟ حاولوا اوجدوا لي اياه باكثر من طريقه زي ما عملنا مع هذه المتجهات، عبروا عنه باكثر من طريقه، وكل الطرق اللي راح تكتبوها بتكون صحيحه. ممكن تستخدموا زاويه مرجعيه، ممكن تستخدموا الزاويه اللي انا معطيتكم اياها، ممكن تطلعوا زاويه جديده. اذا ممكن اعبر عن الاتجاه باكثر من طريقه وكله صحيح. هذا شيء سهل الان صار بالنسبه لكم. الان لازم نحكي معلومه نوضح شيء. هذا الشيء بيربك الكثير من الطلاب، لكن لما تفهمه رح تشعر انه هو سخيف، بالعكس هو رح يساعدك جدا على الحل. بدك تعرف انه انا بستطيع احرك المتجهات. هذه المتجهات مش بالضرورة اني انا ارسم المتجه A هون، ممكن اغير مكانه. مش بالضرورة ارسم المتجه B هون، ممكن اغير مكانه. يعني بستطيع انقل المتجه واحركه وين ما بدي، لكن بشرط اني احافظ على مقداره. شو يعني مقداره؟ يعني طول المتجه، مش الطول يعبر عن المقدار. واحافظ ايضا على اتجاهه، يعني المتجه يشير بهذا الاتجاه، الزاوية هون 60 بدها تضلها 60 وهكذا. اذا استطيع ان انقل المتجه في اي مكان بدي اياه بشرط اني احافظ على المقدار والاتجاه. المتجه ب 40 نيوتن، فلازم اضلني راسمه بنفس الطول واضلني محافظة على نفس الزاوية. لحتى يكون رسمي ادق لازم استخدمت المنقلة. فأنا عندي هون 60 درجة المتجه بي حطيته هون، وهذا أيضا صحيح. وهكذا لجميع المتجهات، أنا أستطيع أن أرسم المتجه وين ما بدي حتى من غير استخدام مستوى ديكارت. المهم أنني أحافظ على طول المتجه وأحافظ على اتجاه هذا المتجه بغض النظر عن المكان اللي أنا رح أرسم عليه المتجه. لكن لتسهيل الدراسة من الأسهل أني أرسم المتجه يخرج كأنه من وين؟ من نقطة الأصل وأرسم. تمام؟ يعني الآن أنا ممكن أعطيك الأسئلة بشكل عكسي، يعني أعطيك متجه مقدارا واتجاها وأحكي لك ارسمه. تمام؟ أعطيك المقدار، أعطيك الاتجاه، الآن أنت بدك تروح ترسم هذا المتجه. تمام؟ ورح تمر علينا أسئلة بهذا الشكل. فبالتالي أنا بستطيع أرسم المتجه في أي مكان بدي إياه ما دام حافظت على مقداره واتجاهه. الآن خلينا ناخذ مثال آخر لحتى نستطيع نفهم كيف بنرسم المتجه كمقدار. احنا كل الأسئلة الماضية والشرح الماضي ركزنا على الاتجاه. ليه رسمت المتجه سي بهذا الطول؟ ليه رسمت المتجه دي بهذا الطول؟ هل في قواعد بمشي عليها لرسم المتجه كمقدار، يعني طول المتجه؟ تمام، وهذا رح ندرسه في المثال التالي. الآن احنا في عنا هاي المسائل، أربع مسائل أمثلة موجودة لدينا الآن، رح نتدرب فيها على تمثيل المتجهات بيانياً. رح نلاحظ أنه تمثيل متجهات بيانياً جداً سهل. بعد ما ندرس هاي الأمثلة تستطيع لوحدك تمثل أي متجه بيانياً. الاتجاه ركزنا عليه إحنا في المثالين السابقين، الآن رح نركز على المقدار. عندنا هون أربع أمثلة، فأنا رحت رسمت أربع مستويات ديكارتية لحتى أحل كل مثال على مستوى لحاله. الآن يجي للمثال الأول، بحكي لنا اكتسب جسم سرعة، والسرعة كمية متجهة V، السرعة نعبر عنها V بالرمز V velocity 3 متر لكل ثانية. V تساوي 3 متر لكل ثانية فاصلة 270 درجة. إذن هذا المقدار وهذا الاتجاه. الآن أنا هذا الكلام بدي أعبر عنه هون بالرسم. كيف بعبر عنه بالرسم؟ بدنا نلاحظ شغلة. الآن إحنا درسنا لما يكون في عنا اتجاه ويسكت معناها ورسم مع محور. إذن أنا بستطيع أروح على محور السينات الموجب وأعمل 270 درجة. هاي من هون لهون 90، هاي هيك 180، 270 درجة. هاي زاوية مرجعية، إذا أنا هون رسمت الزاوية 270. ليه؟ لأنها مرجعية مع محور السينات الموجب. الآن أنا بعرف إنه متجهي الآن أرسمه من نقطة الأصل وأخليه يمر في هاي الزاوية. الآن كم مقدار هذا المتجه؟ 3 متر لكل ثانية. كيف بدي أرسم 3 متر؟ لحتى أرسم الثلاثة متر بدي أستعين بالمسطرة. هذا الرسم بيرجع للشخص نفسه، أنت بتستطيع تقرر مقياس الرسم الخاص فيك. أنا ممكن أعتبر أنه كل واحد من السرعة يقابله سنتي بالرسم، كل واحد سنتيمتر لكل واحد من السرعة. بعدين هذا الكلام رح أضربه في مقدار السرعة الكلية. كم مقدار السرعة الكلية؟ اللي هو عبارة عن 3. يطلع عندي الإجابة 3 سنتيمتر. إذن أنا رح أرسم 3 سنتيمتر مقدار هذا المتجه، المقدار يعني الطول. فرح أروح أمسك المسطرة وأرسم متجه طوله 3 سنتيمتر من نقطة البداية بهذا الشكل. إذن أنا عندي هذا المتجه
في، ممكن أعبر عنه بطريقة أخرى، ممكن أحكي إني أنا ما بدي كل واحد سنتي يعبر لي عن واحد من السرعة، أنا بدي أرسم الواحد سنتي يقابله ثلاثة من السرعة، يعني كل المتجه رح أرسمه بسنتي ضرب المقدار كله ثلاث، فبالتالي أنا هون رح أختصر ويطلع عندي إني أنا رح أرسم واحد سنتيمتر، فبالتالي رح أحط المسطرة وأرسم متجه طوله واحد سنتيمتر فقط. إذا هذا مقياس الرسم، بيرجع لإلك أنت شو بتستخدم مقياس الرسم. السنتي رح يعبر عن كم من السرعة ضرب السرعة الكلية. لحتى نفهم أكثر، نحل مثال رقم 2، بصير الموضوع بالنسبة لإلنا أوضح. بحكي لنا تتحرك عربة بسرعة V velocity مقدارها 40 متر لكل ثانية في اتجاه الشرق. اتجاه جغرافي سهل جدا، مش معطيني زاوية، باتجاه الشرق أنا بعرف إنه هذا هو الشرق. إذا أنا رح أرسم المتجه بهذا الشكل. مقدار طول المتجه رح أحكي مثلا إنه أنا بدي أرسم كل واحد سنتي هو بيمثل مثلا 5 متر لكل ثانية، ورح أضرب هذا الكلام بالمقدار الكلي 40. اختصر، 5 × 40 رح تعطيك 8 تساوي 8 سنتيمتر. أمسك المسطرة وأروح لعند الشرق وأرسم 8 سنتيمتر. طيب يا مس، أنا دفتري صغير زي الوضع اللي صار معانا هون، لو مسكت وحطيت 8 سنتيمتر، طلع يا مس كيف رح أطلع من الصفحة، شو أعمل؟ طلع لوين رح أوصل؟ هل في طريقة أخرى؟ طبعا، هذا مقياس رسم خاص فيك، ممكن أغيره، ممكن أحكي أنا بدي كل واحد يقابله 10 متر لكل ثانية، وأضرب الآن في مين؟ في 40، فبالتالي هاي فيها بواحد، هاي فيها بكم؟ فيها بأربعة. أنا الآن كم من سنتي رح أرسم؟ رح أرسم 4 سنتيمتر. هذا مناسب لإلك؟ تمام، إذا مناسب لإلك الآن تمسك المسطرة وبتروح بتتوجه إلى الشرق بالاتجاه وبترسم 4 سنتي. هذا عندي المتجه V. هل ممكن أستخدم طريقة أخرى؟ طبعا، أنا ممكن السنتي يقابله مثلا 20، فبالتالي رح أرسم 2 سنتي. إذا كتبت هون 1/20 وأضرب بال40 رح يعطيني 2 سنتي. إذا أنا بستخدم مقياس الرسم اللي أنا بدي إياه. طيب، لحتى نفهم أكثر كمان، ممكن نطلع على مثال رقم 3. تؤثر قوة F مقدارها 250 نيوتن في جسم يصنع زاوية مقدارها 53 درجة غرب الجنوب. أول إشي بتطلع على الزاوية 53 درجة غرب الجنوب. تنتبهوا هون في عنا إيش؟ التعريف. في عندي أساس أبدأ من عنده اللي هو مين؟ الجنوب. كأنه بحكي لك ابدأ من عند الجنوب. هاي الجنوب، اتوجه لوين؟ إلى الغرب. هاي الغرب، رح أبدأ من عند الجنوب وأتوجه إلى الغرب وأمسك المنقلة أرسم زاوية مقدارها كم؟ 53 درجة، اعتبار الآن أنا مسكت المنقلة ورسمت زاوية مقدارها كم؟ 53 درجة. الآن أنا حددت الزاوية. عند هاي الزاوية الآن من نقطة الأصل بدي أرسم متجه. هذا المتجه كم مقداره؟ 250 نيوتن. كيف أعبر عن هذا المقدار بالرسم؟ ممكن أحكي إن كل واحد سنتيمتر قابله 50 نيوتن، وهذا الكلام بضربه في المقدار الكلي اللي هو 250. 50 فيها بواحد، هون فيها بخمسة، فبالتالي رح أرسم 5 سنتيمتر. ورح أرسم الآن من نقطة الأصل متجه طوله عبارة عن 5 سنتيمتر، هذا المتجه F. هل ممكن أني أستخدم مقياس رسم آخر؟ بالتأكيد، ممكن أحكي كل واحد يقابله 100 نيوتن. إذن هذا مقياس رسم يعود إليك، تستطيع تستخدم أي مقياس رسم بدك إياه. تمام، الآن عنا مثال رقم 4، بحكي لنا تسير سيارة بتسارع ثابت acceleration، بنعبر عن التسارع A 3 متر لكل second تربيع ثانية تربيع، في اتجاه يصنع زاوية مقدارها، هي أعطاني الاتجاه 30 درجة شرق الشمال. نلاحظ الآن حتى أعبر عن المتجه، بالأول رح أطلع على الزاوية شرق الشمال، قال التعريف، إذا بحكي لنا كأنه ابدأ من عندي الشمال. هاي الشمال، إذا أنا بدأت من عندي الشمال بدي أتوجه إلى الشرق. من الشمال إلى الشرق أرسم 30 درجة. هاي من الشمال إلى الشرق أمسك المنقلة وبرسم 30 درجة. والآن بدي أرسم مين؟ المتجه. طيب، هذا المتجه كم طوله؟ بدي أنا كل واحد سنتي بيعبر عن 1 متر لكل ثانية تربيع ضرب المقدار الكلي اللي هو عبارة عن 3.
واحد على واحد ضرب ثلاث عبارة عن 3 سنتي، فبالتالي أنا بروح بمسك المسطرة بدي أرسم 3 سنتيمتر بالزاوية اللي أنا حددتها بالمنقلة بهذا الشكل. هذا المتجه الآن أنا بعرف كيف أعبر عن المقدار على أي أساس برسم طول هذه المتجهات.